أنا فؤاد العباسي من قرية سلوان، أعمل في مقهى في كافيتيريا الضاوي باب العمود في حي المصرارة، الملقب اللي تغير اسمه في الوقت الحاضر لشارع الشهداء نسبة لكثرة الشهداء اللي في الفترة الأخيرة وقعوا في المصرارة. إحنا قريبين من باب العمود، مسرح جميع الأحداث اللي عم بتتم. إحنا في منطقة احتلت من جديد، احتلال جديد لمدينة القدس غير الاحتلال اللي كان في 67، في الوقت الحاضر احتلال جديد لمدينة القدس. إحنا هاي الكافيتيريا شعبية، بنعمل فيها قهوة شاي نسكافيه، بنبيع عقود، ما لنا علاقة بأي شيء ثاني. اجتنا البلدية بتقول انه ما فيش معكم ترخيص، لكن احنا معنا ترخيص من 40 سنة، من 40 سنة معنا ترخيص، وكنا موجودين في الجهة المقابلة، لكن وقت ما عملوا موقف الباصات هم البلدية نفسها قبل 6 سنين نقلونا لهذا الموقع، دليل انه احنا معنا ترخيص، لكن هم بالفترة الأخيرة هم موقفين الرخص، مش معطين ترخيص، لكن الرخصة موجودة. أصدروا قرار بإزالة هاي الكافيتيريا، السبب بقول لك نواحي أمنية إنها معرضة علينا ومغطي علينا. إحنا بنقول إنه هذا مبرر أقبح من ذنب. إحنا موجودين هنا مش معرفين على حدا، لكن الاحتلال الجديد بإجراءاته الجديدة هاي بدت لقمع مدينة القدس، لتهويج مدينة القدس، لتفريغ مدينة القدس من أهلها. هاي الكافيتيريا بعيش منها 5 عائلات، اكثر من 40 شخص بعيش من وراها، ولكن رغم ذلك لو كانوا احنا راح نعيش، لو بنحط عربيه راح نضل موجودين في مدينه القدس. هاي الكافيتيريا شعبيه، اللي معه مصاري بناخذ منه، اللي معهش مصاري ما بنسامحه، يعني اللي بنطلعه طلبات مجانا اكثر من اللي بنبيعه. بعد ما بلغونا البلدية توجهنا لمحامي، توجه لمحكمة العدل العليا، أصدروا قرار بتأجيل الوضع ل10 أشهر حابين ما يبتوا في القرار، وهي القرار بإيدي موجود، قرار المحكمة العليا توقيف كل الإجراءات. ورغم كل هاي عمالهم يوم بيجوا علينا وبعطونا مخالفات، كل مخالفة 475 شيكل، 475 شيكل هي موجودة، لأنه بدعوا إنه موجود كرسي، موجود إشي، ممنوع حدا يقعد هنا، بدون مش أي تجمع في المنطقة. من هاي الناحية عمالهم بخالفونا، إذا بشوفوا حدا كي على كرسي مباشر بخالفونا. هاي 475 شيكل. الصعوبات موجودة مش علينا إحنا بس، أي شخص بيجي بطب سيارته على مقابل الكافيتيريا مباشر بيجوا بخالفوه، مخالفة 250 شيكل، يعني فيش يوم إلا بخالفوا لهم 20-30 سيارة في هاي المنطقة. غير عن هيك حاطين موظف من البلدية طول النهار موجود هنا بخالف أي سيارة بتدخل على المنطقة هاي، بخالف أصحاب المحلات إذا بنكون مطلعين أكثر من 40 سنتي من باب المحل. لكن احنا بنقولهم احنا موجودين، رغم كل شيء راح نبقى موجودين في مدينه القدس، لو بنعيش على الزيت والزعتر راح نبقى موجودين، مش راح نطلع من مدينتنا. هاي النا، هاي ارضنا. وبناشد الجميع التواجد في مدينه القدس، بناشد السلطه الفلسطينيه انها تهتم في مدينه القدس. اطلعوا لنا، لحد الان ما فيش حدا مطلع لنا، لا من السلطه، لا من الدول العربية، لا من الأردن، الأردن مسؤول عن القدس أيضاً. يعني نتوجه لها إنه تبقى حريصة على مدينة القدس، على المسجد الأقصى، في هجمة كبيرة، الناس الجميع إنه يوقفوا معنا.